وتحضر معنا في الاستوديو وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي ألفة بن عودة. سيدة الوزيرة أهلا بك وشكرا جزيلا لك على قبول شكرا ومرحبا بمشاهدينا الكرام. شكرا جزيلا لك. إذن نحن اليوم أمام النجاح آلاف تلاميذ في البكالوريا بملاحظة حسن، وحسن جدا وهذا طيب وجميل جدا، ولكنهم ما زالوا دون توجيه أو توجيه إلى شعب لم يختاروها. ما هي الوضعية الآن؟ لم يختاروها، ممكن مش هذه العبارة اللي نختاروها، نقولوا ما كانتش في الاختيار الأول نتاعهم. لازمنا نفسروا الوضعية، هو السنة كان عام استثنائي، وأكيد أن شفنا النتائج استثنائية. باش نعطيكم الرقم، احنا عام ناول نجحوا 53,000، الرقم المتوقع اللي جانا من وزارة التربية واللي هو كان عادي، معناتها ديما يتبع عدد الطلبة، كان 56,000. ونسبة والعدد الناجحين كانوا 78,000، معناتها أكثر من عام ناول، أكثر من 40%. باش نسبوا الرقم هذايا كي نقولوا 22% أكثر من التوقعات نتاعنا، عندنا كيما جامعة جندوبة اللي فيها 13 مؤسسة تابعين جامعة جندوبة، ما فيهاش 20,000 طالب. فيها اقل من 15,000 طالب، معناتها باش نفهموا اللي عدد هذايا الناجحين اللي هو عدد كبير ياسر، واحنا فرحنا لهم ومبروك عليهم، وكان عام استثنائي والحمد لله النتائج كانوا باهين، اما كان رقم استثنائي ومش من العاده انه يصيروا الحقيقه عدد هكا بعيد ياسر على التوقعات. يمكن خاطر السنه كانت عندهم اكثر فتره للمراجعه، ممكن البروجرام اقل، فما كثير من المعطيات. الحقيقه تناقشت انا شويه مع سيد وزير التربيه وهو بيدو يقول يمكن المعطيات هذه اللي خلات الحاجه الاولى عدد الناجحين كان كبير برشا، اكثر من التوقع، عمرها ما صار 40% اكثر. والحاجه الثانيه لي مونسيون، باش نعطيكم فكره، لي مونسيون تري بيان اكثر من 4,000، معناتها باش نصور اللي هو رقم كبير. اما الحقيقه هذا ما يخليناش نقولوا اللي ما صارش توجيه ولا ما فماش البقاع لازمه للطلبه. ناكدوا احنا كوزاره من اللي طلع بدا يطلع النتائج نتاع البكالوريا، حسينا اللي السنه باش تكون موجه كبيره، خاطر من الدوره الاولى الرئيسيه في البكالوريا النتائج كانت اكثر من التوقعات، فهمنا اللي بدوره الدارك باش تكون رقم كبير، خدمنا عليها برشا وكبرنا في طاقه الاستيعاب. بالطبيعه وقت اللي في شهر انت يلزمك تتصرف، ماكش باش تعمل مؤسسات جديده، ماكش باش تعمل جامعات جديده، هنا باش تزيد في طاقه الاستيعاب، اما عندك معايير، فما شكون تنجم تزيدوا في طاقه الاستيعاب، فما اللي صعيب على خاطر فما نعرفوا شعب فيها ماتريال سبيسيال، فيها معناتها امكانيات زاده، اسكو المؤسسه تنجم تستحمل اكثر، احنا والمقر نتاعها المقر يرفع ما يرفعش، عندنا حاجات اخرين زاده مهمين لازم يعرفوها كيما الخدمات الجامعيه، لي فوايي زاده اللي موجودين في الجهه هذيك نجموا يقبلوا ولا لا، عندنا كثير من المعطيات احنا خذيناها. ولكن دونك باش نجاوب، طلبنا من الطلبه يختاروا، احنا راهو قبل حاولنا نقول لهم نبهوهم، حتى انا بيدي هبط فيديو في الباج نتاعنا نتاع الوزاره، قلنا لهم ردوا بالكم السنه نجحوا برشا، المعادلات قويين، اقراوا حسابكم اللي راهو سكور ولا مجموع نقاط اللي نعطيوه في دليل التوجيه اللي هو يتعطى كل عام نتاع العام اللي قبل، باش يخليهم يعرفوا ابوبخي. السنه وقت اللي نشوفوا 40% بالطبيعه نستناو اللي مجموع النقاط بالخصوص في الشعب المطلوبه باش يطلع. بعض الطلبه حتى اللي عندهم معادلات قويين ما خذاوش الشعب اللي هما طلبوها الاولى والثانيه. هنا نقول ما ذنبه؟ مش حكيت مو ذنبه، احنا اليوم شنو لازمنا نختاروا تونس؟ شنو الحاجه اللي باش نعملوا عليها التوجيه؟ يا تكون التناظر واحسن واحد ياخذ، عندي انا مثال 300 بلاصه في مؤسسه، 300 اسكو باش ناخذ احسن واحد ولا باش نحط لها 900 ومش في نجموا يقراوا؟ معناتها هنا لازم تكون زاده، معناتها تكون حاجه الاختيارات اللي نختارها حاجات مقنعه وحاجات ممكنه وحاجات اللي تنجم تنجح السنه الدراسيه. دونك هنا الاختيارات صحيح اللي احسن واحد باش ياخذ خير منك. وقتاش انا يقلقني؟ وقت اللي واحد اخيب مني وخذ خير مني، وقتها نتقلق على خاطر فما شكون انا تظلمت. وقت اللي انت اللي قبلك كانوا اكثر منك خذاوا الشعبه اللي هما طلبوها، هنا يلزم واحد زاده يتاقلم مع عدد البقاع المفتوحه اللي كما فسرت لك فيها برشا معطيات يلزم ناخذوها بعين الاعتبار. انا مش نعطيك رقم، عندنا اكثر من 50% 58% خذوا واحد من الاختيارات الاربعه نتاعهم، معناتها هنا نعرفوا اللي اكثر من نصف اللي طلبوا من الاربع الاختيارات خذوا، ممكن مش الاختيار الاول. بالطبيعه فما كيما قلت لك بعض الشعاب ما نجموش طاقه الاستيعاب، نجموا نزيدوا شويه، وفما شعاب ما نجموش، وفما شعاب عندنا امكانيات اكثر. الا ترين سيده الوزيره في اعتماد الوزاره هذه السنه على الاليات المرقمنه ضيم للعديد من الناجحين، خاصه وانكم لم تكونوا مستعدين لهذه السابقة في تاريخ تونس؟ سمحني معطى هذا غلط، على خاطر رقمنا واللي احنا نخدموا بها في التوجيه الجامعي منذ سنوات وسنوات، والآلية هي بيدها وما بدلنا فيها حتى شيء، وبتصور بنفس الطريقة، وبالعكس احنا الطريقة هذه اللي كنا نثمنوها اللي موجودة منذ سنوات هي بيدها ما تبدل فيها حتى شيء، اللي هي آلية ما يدخل
دخل فيها حتى حد، تكون طريقة آلية. عندي 200 بلاصة في الطب، عندي 300 بلاصة في الهندسة، عندي هذيك بطريقة آلية. أحسن واحد هو اللي يمشي للمؤسسة بتبيع وقت اللي يقوي، والمعادلات طبيعي انهم اللي جاب 16 نتاع سنه مش باش ياخذ كيما 16 سنه الفارطه. كي نشوفوا اكثر من 4000 عندهم مونسيون تري بيان، نفهموا اللي سي نورمال السكور يطلع. وهنا لازم العباد زاده تقبل مبدا التناظر. احنا هذاك التناظر، تناظر احسن واحد يجيب اكثر ولا اقل ديما احسن. هناك من وضع 10 اختيارات ولم يجد نفسه في اختيار من بين الاختيارات التي اختارها، يعني اختار 10 يعني توجه، يعني 10 اختصاصات، ثم وجد نفسه في اختيار لم يجده او لم يضعه بتاتا. صحيح، لم يضعه بتاتا. انا نثبت الحقيقه على خاطر فما برشا معطيات حتى نشوفوها في الفيسبوك. انا حتى التوا ما جاني كا قدامي بالمعطى هذيا اللي يجي، وحتى جاوا كا ولا اثنين يقول لي انا عطيت الواحد من اصحابي باش يعمر لي، انا عطيت الواحد من جارنا. انت ماكش ضامن شنو اللي يعمر لك، راهو كي نعطيه واحنا موت باس لازم يقعد عندك انت، ما تعطيش اللي يجي يعمر في بلاستيك. هذه مهمه جدا على خاطر انت هو المؤسسه فيها كود، كي الكود تكتب فيه رقم غالب باش تلقى روحك في مؤسسه اخرى. هذوما بعض الحالات اللي جاونا والكلهم اللي هذا يقول لك عطيت الكود. هذه الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه، فما صحيح شكون من العشره الاختيارات ما خذاش. علاش؟ على خاطر ديما اختار حاجات اللي هو سكور نتاعو ما يوصلهاش، مجموع نقاط ما يوصلش. احنا اش قلنا لهم؟ حاجتي قلنا لهم فما يمكن السنه شكون ما عرفش يختار، فما مؤسسات اللي كانوا يعجبوه وما خمدش باش يختارهم. احنا نقولوا اليوم التدارك للطلبه هذوما اللي ما عرفوش يختاروا، خاطر اختاروا ما قراش حسابه. هل هناك سبيل للتدارك؟ عندنا سبيل للتدارك، وجوست باش نعطي معطى اللي هو مهم جدا اللي نورمالمون الطلبه تبعوا. احنا كي نبعثوا لهم راهو نتائج نعطيوه الرتبه نتاعو، الرتبه تخليك تعرف روحك، تنجم تخلط لها انت مثل رتبتك في السيونس 1000، صعيب باش تخلط على ميديسين تونس، معناتها انت تطلبها بالطبيعه مش باش تجيك. دونك هنا فما زاده كمان، احنا هنا نحكيو نيفو باك، معناتها يعرف ينجم ينسق ويشوف. احنا شنو قلنا؟ قلنا توا من 17 ل 21 بدات اليوم دوره، دوره اعاده التوجيه. شنو هي دوره اعاده التوجيه؟ فيها كثير من المراحل. فما اول وحود اللي باش نقراو لهم حسابهم قبل اول، معناتها تريتمون، اللي هو العباد اللي اختارت حاجه جاتها حاجه مش الاختيارات الاولى وشافت فما شعبه اخرى هي كانت نجم تخلط لها كان اختارتها وما اختارتهاش، اما عندها المجموع. ناكد لازم يكون عنده المجموع. احنا طلبنا منهم باش يعملوا لنا 5 اختيارات من اللي عندهم المجموع نتاعهم، وذوكم ناكدوا لهم في الاختيارات اللي باش يعطيونا باش يكون التوجيه نتاعهم للاختيارات هذوما اللي طلبوها. من بعد عندنا وحود اخرين، عندنا دورات نتاع لظروف صحيه ولظروف اجتماعيه. بالطبيعه هنا فما لجان من وزاره الصحه ولجان من وزاره الشؤون الاجتماعيه اللي باش تدرس، اما هذوما بعد الاولاني. طيب هناك توضيح فقط اخير، مشاركه تلميذ في هجره غير نظاميه، والذي هذا الخبر انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب عدم حصوله على شعبه الطب رغم حصوله على معدل ممتاز جدا في البكالوريا، ما صحه هذا الخبر؟ نكمل الخبر هذايا، نكمل على اللي قلته. هو ما نجح ب 18.50 وما خذيت شعبه الطب، ولقى البابور يستنى فيه ركب فيه وصل لإيطاليا، دوما وصل لإيطاليا استقبلوه وسخافهم وقالوا له توا نحلوا لك المشكلة، وكلموا جماعة الطب ولقوا له بلاصة. الحقيقة هذا فيلم، معناتها ظاهر اللي هو فيلم وظاهر ما عندوش أساس من الصحة، وراهو هنا نأكد اللي مش هذا بركة. اليوم قاعدين نشوفوا طريقة غريبة. إذن هو خبر غير صحيح. بالطبيعة خبر غير صحيح، فما مش الخبر هذاك برشا برشا أخبار، فما شكون يفجعوا في الطلبة يقولوا له ما فماش مقاعد للعباد الكل، وزيرة التعليم العالي تقول لكم قيدوا في التعليم الخاص، أن نأكد لهم لا، عندهم بلايصهم في التعليم العمومي، بلايصهم موجودين للعباد الكل ومرحبا بهم. وقولوا لهم حاجه بركه من فضلكم ما تتبعوش لي بار سبونسوريزي، راهو فما حمله كبيره تحاول تربك عمل الوزاره، وراهو احنا على كل حال نخدموا واضحين بكل شفافيه، واللي يحب معلومه نعطيوها له، وما تتبعوش الاخبار الزيفه اللي موجوده في الانترنت. وزيره التعليم العالي والبحث العلمي ألفة بن عودة، شكرا جزيلا لك على كل هذه المعطيات وهذه التوضيحات. مرحبا. شكرا جزيلا.